السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بكلمكم عن حلقة الدحرجة، نتعلمها ندحرج منها، وبقول لكم فيها نتقلب كذا يوم نسعى على الرمل، يولبوا يودي وعياله على الرمل شوي، يوم عنده يعني وقت الفراغ يتقلبوا على الرمل على الرمل، منها 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 منها، وساعات بعد يبحث لي عفرة ويدفنه يدفنه وخليه واقف، هاي ما يقدر يمشي والما يقدر شيء، كذا ما يوديهم الطبيب، ما يصير الطبيب يصير يبحث ليفرة طويلة، ودفن الولد فيه لمدة ساعة، لمدة ساعة قال يلا نش، الحمد لله مرة مرتين ثلاث الولد وقف، ما يبى علاج ولا يبى عملية ولا يبى شيء، البحر وايد مفيد منه، يصير يوم يصير لأبو الصيد وداه وراه، يا أبوي يشوف هاي ذاك اليوم يسموها الإبرة والمنشار، ما سموها السنارة، هذا أبوي الإبرة وهاي النقاب يسموه، وهذا الخيط، وش تبغى أبا؟ قال لي روش كذا وراشه، قال لي وش اسوي؟ قال لي يلا تعلس مكبتي، علموا على الصيد، علموا على البحر، علموا على الزراعه، علموا على المزرعه، علموا على كيف يسوي يزرع، تعال ابوي وراي، البنت لها اللم في البيت والابو ياخذ وراه يعلمه، هذا ابوي كذا وهاي سوى كذا، وشل هذاك وده هناك، يلا غرس غرس هالغرسه، سوى هذاك هاته منه، تعال نسير البحر، تعال نسير نشوي على البحر، يعلمه ليه ما شاء الله عرف. البنت بعد كذلك يوم يصير عاد قال ما بصير شويه بلعب عند فريخات بنت خالتي بنت عمي، سووا لهم هاي الحليه ويصيروا يلعبوا، ولا ربطوا عينهم وكبيه ناو كبيه ناو، يوم جات البيت النار قالت نارو نارو نارو، طلعناها برا ربطنا عين الثانيه نسويها لين خلصنا، هاي نسميها مال كبي الدحرجة مالها شو اسمه، نلعب فيها. والبنت كذلك بعد في البيت يوم تجي تسلم تسوي تلي ولا تسف ولا تخيط، ما وش تسوي؟ انا اسوي ابوي هاي، وش هاي اسمها؟ هاي اسمها ثوب، هاي اسمها كذا، فيها تعلمها ابوي يسر، شوف هاي كل هات لي هايك مثلا، تعلمها على طاسه تقول لها، ولا تهت لها شيء، ولا تعال ابوي بمش بشحي راسك، تعلمها اشياء حلوه بعد، وما فيها ملل ولا فيها معاناه ولا فيها، الحمد لله قزروها على خير، قزرت من الابو اللي سوى الجد سوى العم سوى الخال، ما اقول هاي ما خصني وما لي شغل بولده كذا، لا الحي الله واحد بعلمه، ابوي هاي مذهب غير، هاي سوى غير، هذا غلط، سلعب الفريخات سلعب انت اكبرهم وسوى لهم قدامهم، علمهم انت الاكبر وعلمهم، هلا تقلبوا على البحر، صاروا ليش با ظهركم يوم الظهر يعور، قلبوا شويه على البحر، ناموا على السيفه الحاره على وراء، الحمد لله علموهم، هاي شغله الاوليه، اما الحين ما شيء ما بيعلمهم على شيء، ما عندهم شيء يتعلموا منه، وين بيتعلموا؟ مدام الابو ما عنده شغله، الابو والاولاد وين بيعلموهم؟ قابضين هالتليفونات وماشي شغله فيها، اما الاول كل شيء يعرفون، عود تعلمنا من اجدادنا احنا لا نعرف، هاي هي الدحروجه، يوقف صار سوى يدينات وكذا ووقف وانقلب على ظهره، سموها الحين هم سموها غير، نحن نسميها الدحروجه، صار دحرجوا على البحر شويه شويه، لعبوا على البحر دحرجوا ولعبوا وسيروا، لما حطوا يديناتهم ينطوا كذا يا نحبري يا نطي يا نح، فتك ريولاتهم شويه في البحر، هاي يسموها الدحرجة من عندهم، اللعبان كل شيء لعبانهم حلو وايد حلو لعبانهم، هي أو نسوي لنا شوية يعني نهتة خشب هاي الحين الصندوق، ونسوي له تواير مال السيكل صغار ولعبنا فيه داخل البحر، سودينا داخل الحوش، طبعا الحوش مثل هالسحمة ما عندنا كاشي ولا سيراميك ولا شيء، والإيدار مثل هالإيدران ماشي كاشي فيه، يمشي شوي شوي مال السيكل هاي العربانة تمشي، أما الثاني ما يمشي لأنه حصى ما عندهم شيء، لكن الحمد لله يوم متواضعين
ما قالوا ما بنسير وما بنسوي وما نباها وهاي اللعبة ما نحبها، لا يسيروا له أعمارهم. يوم اللم صارت قبضتهم اليدة، تعالوا أبوي بنلاعبكم، حطتهم على يا المريحانة شطي بالحيل لا ينكسر معلاق ليدي، لين ينام الياهل الصغير بتهاوي فيه على المريحانة، ولا بتقبض لي حلها وبتلاعب 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 لين يا المنام ونام، لين تيمه سوى من الحطب أو من النخل، لعبت الجدة داخل البيت حطتها لي، ولا عندها شوية أكل وكذا طعمت شوية أكل حطت لي، ماشي الحمد لله رب العالمين، يعني شيء صعبة لا كلها متسهلة الأمور. ألعاب الأولاد مثل تقول الكورة، أغلبية الأولاد يصيروا صوب المساجد عندك الحين، أنت تقول المنارة سموها المنارة، نسميها البري، نسميه البري ما نسميه المنارة، نقول لهم سير أبوي أنت أولاد سير لعبوا كبة داخل البري، صاروا يلعبوا البري. أما البنات في البيت، البنات في البيت يلعبوا كما مريحانة ولا هاي حلة ولا تال ولا هاكا، ولا الولد يطلع برا في الكورة مثلا. الحين البنات يلعبوا بالحوش وياتهم حمامة وقفت على هالإدار، قالت ياتنا حمامة تغتلي من بيت سالم بن علي، قال يمكن هاي طير أحد مطرش. ويوم يجي على الكويت ذاك اليوم ما شمت تلفونات وكذا، يوم بي الغراب وبي بفوق هاي بقول قاق قاق، قال لي بلغ يا طير يا من خبر خير يا رب العالمين، إن كان شيء خبر خير خبر وإن كان خبر شر شل بعمرك وطير، هو إذا خير بيوقف. قال لي بلغ يا طير إن كان في خبر خير خبر وإن كان في خبر شر روح بشراعك، وإذا شر عفان الله روح، يعرفون إن الشر. قال عفان الله عفان الله عفان، قاموا ينفضوا ثيابهم، يعرفوا ان الطير بلغهم. يوم يوقف ولا حد بيهم خاطر ولا شيء، وعندهم بنيه صغيره كذا توها تمشي شلت العسل وقامت تقشب، قال ابوي اليوم بيوكم ضيف، اليوم عندكم ضيوف بيوكم، هاي الاشارات عندهم مساكن، ما عندهم شيء اشارات تليفون ولا عندهم شيء ولا وسائل، اهل وسائل عرفوا من تشل مخمه صغيره وتخم ان حد بيهم، واذا ياهم طير وقف هذا خير، واذا قال شل شراعك وطير شل شراعه هذا شر عفوا. ذاك اليوم بالالماح بالطيور بالهاي، الحين ماشي الحين بالتلفونات، الحين بالتلفونات اي خبر مزعج بالتلفون بالتلفونات. ذاك قليل الموت بالسنه مره، ولا مريض ولا ماشي، هاي الالعابنا نلعبها. ويوم عندها حازوة حطت اليد تلعب تحازو وتهاوي بالولد وتهاوي بالشيب تقول تهاوي فيه حطته، هو يا الصغران امك راحت الطويان تنزل الخروس والوعياني وتهاوي فيه داخل، وهو يتباي ينام، هو يا الصغران امك راحت الطويان تنزل الخروس والوعياني، وهو يغمض ويفتح ويتهاوي فيه لين نام. هاي الجدة عاد تسوي اللي حرمة الولد تشتغل، ولا الجدة عاد تهاوي أو الخالة تهاوي أو لم العودة تهاوي، يعني ما هاوي لي بالولد شوية سر عند الصرير مال، ما هاوي لي بولدي لين ينام نشونا هاوت لي تصيحوا أوه يا صغراني أمك راحت الطويان تنزل الخروس والوعياني أوه، ولا صغار يلعبوا حد ميود منه وحد ميود هاي كربة مال النخلة، وحد يود منا حبل، حد يركب المريحانة ويسوي، والحمد لله رب العالمين يسووا هاي لعب وما يبكوا وما بيتلهوا وما بيتمللوا، ألعاب عندهم زايدة وكلها شعبية الحمد لله، وكلها يعني من عند أهاليهم علموهم، ما يبوهم يعني يتمللوا ولا بيصيروا مكان ولا بيبكوا كذا بيسووا، لا الحمد لله قاضين وقتهم براحة الحمد لله رب العالمين. الألعاب الأول غير عن ألعاب الحينة، ألعاب الأول يوم أيام العياد عندهم المريحانات عندهم الكبة عندهم يروح يلعبوا الشر يقولوا طلوق، يتراكضوا يندسوا كل واحد يندس عن الثاني، هاي نسميه طلوق ذاك اليوم. أما الحينة في عندهم مختلف، يصيروا المريحانات يصيروا منتزهات يصيروا الهيل يصيروا، إحنا ما عندهم أول يوم يصير الأولاد صاروا يلعبوا الكبة على البحر، والبنات جلسوا على المريحانات
البنات والبنت العودة شوية شال عمرها ما يطلع ما تطلع من البيت، ما خلوهم إلا الصغار، ولا الحرمة الكبيرة ما البنت شال عمرها ما تخليها تجلس عند اللم، ولا تقرب الفوالة وتحط الفوالة وهاي، وإذا كان عروس هي بعد تقرب وتحطي وتجيب. لكن الولد شغله عند الرياعين، رحب برا أغنم قهوة، يشل طاسة الغسول، يفرش السميم، يحط السمات برا، تفضلوا قربوا تفضلوا، باه ريالي باك برا، قال تفضل خلوا يقرب، ويابو فرش له السمة، الأبو يحيي الأبو وهو شال التمر، شال القهوة، شال فناين قهوة، وغني ما قال برتقال وتفاح، ما شيء برتقال وتفاح، هريس خبيص ساقو ولا عرسية حطوا فالة الريال. الحرمة كذلك إذا حرمة والريال جايين عزكم الله على حمار ذاك اليوم، حامير كثيرهم، قال لها يلا سير أنت عند الحرمة، نزلت هي والبنت عند الحرمة، دقت على الباب قربت فيها ذا اللم مشغولة عند البهايم داخل دروس ذاك اليوم، الغنم داخل الحوش ماشي برا ماشي عزب، قال مار حرمة، قالت لها قربها سيري داخل، ركضت البنت سيدة فرشت السمة الجديدة مال الضيوف حطتها سيدة، قربوا تفضلوا قربوا، قالت ما وش أسوي، قالت لها سيق ولا خالو تذبح الديك، زخ الديك إذا شيء بسيط، دخلوا للجاوز ذبحوا ديك وسووا غداء إذا وقت الغداء، ووقت العشاء كذلك، وإذا ضيوا يعني أربعة ريال خمس ريال قال شل سير خبر عمي من نقل اذبح التيس، هم يذبحوا هناك التيس وهي واللبو يرمس للريايل واللمة ترمس، والجيران يطبخوا ما يندلوا متى طبخوا متى ما طبخوا، يوم يقول لكم يلا مع السلامة قال لا ما تطلع، العشاء مسواي ولا الغداء مسواي، ولما تغدي ما تطلع من البيت، غدوهم وخلوهم نظموا ومرة كله وارتاحوا، أذان العصر شل ضيه وروح، وما الحين تطبخوا في المطعم، ما نطبخ في المطاعم، ما نعرف المطعم هنا، نعرف البيت، وحدة شال البصل ووحدة شال العيش ووحدة تركب القدر والهنتين يغسلوا اللحم على ورق ما حيندل، وهنا هنا على قولتهم بالكري. الألعاب الشعبية مثل يعني الأبو الحين مثلا عنده ياسي بي يصنع عليه طبل، لا يجلس الولد ياخذ فكرة من الأبو كيف سواه؟ وش هذا؟ كيف أبا تسويه؟ قال لي هاي من جلد الغنمة، أول ذبحنا الغنمة ونظفناه هاي الجلدة مالها، وصاروا غسلوه بالفلي، أقول الفلي ما أقول الحوض، الفلي مال النخل، وغسلوه ونظفوه وحطوا فيه ملح، عن ليش؟ حطوا فيه ملح عشان ما يدود، وحطه على النخلة ولا على هاي لين يبس، خذ لي 10 أيام 15 يوم ويابو سوى لي، جاب لي حديدة كذا كم الخشبة وركبه، وش تسوي باقة؟ لا سوى طبل مع دق 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 هاي بالعروس، يعلم الولد ياخذ منه فكرة كيف أبوه ركب، كيف أبوه هتا، وش سوى، كيف سوت على هاك هاي الطبل، ولا ما عندهم يعني عود ولا تالي لا ولا موسيقى، على هالحبل على الطبل، بعلمه على الصيد، بعلمه على الكرم، بعلمه على الضيوف، يرعموا الوحم في مساحة كذا معلقة على صمرة على سدرة على غافة محطة إليهم حبال وفيها مراحين، ولعبوا هناك ثلاثة أربعة وهنا متنشحين، هذاك الفريق بروحه وهاي الفريق بروحه، كل فريق بفريقه، والأولاد يوم وقت العصرانية شلوا لهم هذا أول تقولوا كورة الحين نسميها تبة، صاروا على البحر يلعبوا على البحر فيها الأولاد، والأهل عند الضيوف اللي يسلم على بعضهم بعض وطلعوا من نهاية لهاي ويصايحوا من يسلموا لين الساعة 10 قالوا قهوة انت شليت قهوة شوية شلت قهوة هاي ويش حد عرسية حد ساقو حد هريس حد فندال حد لو بيض وحطوا هاي القهوة والقهوة عد منو عند الأكبر واحد والكبير الله الأبو يعاقب لما تقول اليوم ولدك اشتكت منه حرمة ضارب ولدها كذا وش بسوا هاي الولد وترى انت عندك والولد ترى وايد الحين لعين صار يضرب الناس ويسوي الناس وفضحنا عند الناس مسكوا بدي قال تعا وراي بسير وصار وراه اللي ما قاتله وين ما اخذ امي وين ما اخذ ولدي لا صار ادبه بخزران دخل فيه الخيمه ولا دخل فيه الكرين
وأدبوا لأن قالوا باه توبة. لما يقول توبة بهده وبيجيبه، ما يقطع قطعية، ما يسوي ما يردها مرة ثانية، بيضربه ولا شيء، خلاص عهد الأب بكلمة توبة. هذيك الضربة اللي سدته. وسوى البنت تراعين فلانة، هاي بنتش اليوم غلطانة وضربة بنت فلان، تلعب هي وياها، شال لها حصى وضربتنها. قالت لي خلها برايا ما عني. دخلت فيها وأدبتها كما أدبها. ما قالت لي أنت ما تدب ولدي ولا ما بأدب ولدك ولا لسان أطول من ذراعه، لا. ويصيروا على الصراط المستقيم. ذاك اليوم أدب للأم والأب صح، وإذا استوت مشكلة ولد كبير ولا بنت كبيرة ويابوا ريالين من البلاد ودخلوا بمنيوي، هو سموها منيوي. ما أقول لهم تعب، قال لي بهيلس عندك ورمسوا، قال لي كذا كذا زلت ولدك، قال لي خلاص. يصيروا في القارب، اللي يعرف اللي يعلموا الغوص، اللي ما يعرف يسبح يعلموه يسبح، يمسكوا ريالين كذا ويقول له سوى كذا سوى كذا ويعلموا. ركبوا القارب عشان يعلموا له الصيد، عطاه خشبة قال ارد بالماي كذا، وحدة يمين وحدة يسار، وسوى علموا مرة مرتين ثلاث، علموا ثلاث مرات، بالرابعة قال خلوه هو يسوي، احنا علمناه ثلاث مرات وهو الحين يسويها، بيسويها وش يعين العم عاصب علي، يعين الأبو عاصب علي، ما حد يخلخ. علموا على الغوص، على السباحة، على الرماية، كل فريق فريق. مثلا هاي الفريق ياس يلعب عندهم الريحانة، هذا الفريق بالنص ياس يلعب الكرة يسموها التبة، هذاك الفريق غميضة يعني الغميضة يسموها الغميضة، هذاك الثاني على السرو، ذاك اليوم يروش السرو ويدوروا منا وين السرو، وين سرو سروكم، طاح أبوكم سرو سروكم، طاح أبوكم، لن يحصلون. هذا بالليل لعبة السرو، بالليل لعبة السرو على الحين القمر بتموا على دور القمر، واحد يروشه والتالي على يدوره، واللي حصله يقول أنا حصلته حصلته حصلته، وهنا ندوره سرو سروكم، طاح أبوكم، وين صار السرو، وين يا أبوكم، ونسويها على هالأغنية. كل واحد يبي يتعلم، هذا الولد قال أنا بس منكم، بس الولد مكان ثاني يتعلم، وكل بنت تتعلم الثانية، الولد يتعلم وش لعبتكم أنتوا، قال لعبتنا هنا الصبة، أنا لعبتنا نقول طلوق، طلوق يعني يركضوا بعضهم بعض، طلوق اسمه هاي ركيض، اسمه طلوق ركيض، هاي اللعبة طلوق، الثانية اسمها كبة. الأولاد هناك روحهم بيلعبوا مثل التبا، مثل يطلعوا مكان جماعة يسيروا بروحهم، أما البنات لعبتهم الحلية، لعبتهم الغميضة، لعبتهم يعني الحل، هاي لعبة تخلوقة نسمي تخلوقة. تعال أنت شو قالت ليش البحامش، خبريني عن تخلوقتكم، جلسوا جماعة تخبروا عن تخلوقتهم وكذا، هذه تخبر هاي وهاي تخبر هاي، الأولاد روحهم يلسوا والأولاد وهاي كروح. والمناطق نقول هاي منطقتهم الشرقية على البحر، انتو سير الينوب هناك سير الينوب، هاي قالت سير هاي الشمال، ما اسم لولو لو كبرها بس مكان قرية، بس كل وحدة لها اسم. انتو وين صرتي؟ انا صرت الشرق، وين على البحر، البيوت على البحر، انا صرت الغربية، هاي النخل يوم صبحت الصبح قالت لها يمي يمي يماية سميت بالرحمن، شرقت نخل خلفان لقيت فيها ام السلالي، لقيت فيها جو شنغال، وحده منها سمينه وحده تنقي شنغال. قالت لها وش بعك؟ قالت لها انا حصلت نخل وايد وفيها خضر وفيها وايد، ويمي يمي يمايه نشيت وسط القبشه لقيت نخل خلفان فيها ام السلالي وفيها القشوش الانغال. هي صارت على البحر ردت عليها قالت لها فيها ام السلالي فيها القشوش الانغال، قش حميد يا قش حميد فوق البحر نادوا كنتين طاف الصبي ولعنك مرتين، ليش ما يرد السلام؟ سن عند قش الانغال يعني ارطب، سرحت الارطب يصيروا هاي يغنوها، هي قصوها يسموها ترى يسموها كما كلمتك كما الحمير، ويحطوها تحت مخشبه كذا ها ويركضوا عليها هاي 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 هاي، مسوين فيها خيط ويلعبوا فيها، هاي فيها موجوده اللي باكر يلعبوا فيها اولادنا، نعلمهم هنا نعلمهم فيها. هاي لعبه السيف مثل العصايه يحتوها الولد والعصايه يتموا يسالتوا فيها كذا يسالتوا فيها يسالتوا فيها، هذا كما العروس يوم السيف يوم يرد من قبل كذا من هاي يحتي منه وهاي يحتي منه وهاي ينيموا منه، مثل الحين يوم يقولوا يلعبوا الشطرنج وكذا
نهاية عندها لعبة السيف يسموها، يلعبوها بقى هي يلعبوها، بس لعبة السيف، لعبة الخنجر، لعبة المركب، لعبة الدراجة، دراجة من دحرجوا، ألعاب وايد عديدة وكثيرة وايد ما شاء الله. كان نلعب الغميضة، نربط على العين ويصير، بعدين يوم اندسينا كلنا هدينا واحدة تهد عن عينها، تدورهم وين 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 ونطلعهم، هاي نسميها الغميضة. والسرو بالليل نلعب هاي سرو حلة كبيرة، والروشة ونصير ندورها بعد ونلعب فيها، للمريحانات هاي مال الأول، للسرو الحلية اللي نسوي هاي نتقلب على ريولنا ويديناتنا وكذا نسميها هاي نتشقلب، شقلبة ما يسموها، نسميها نتشقلب على ظهرنا وريولنا ونلعب فيها. هاي الغميضة نندس نسميه طلوق، نسير الحين أربعة نسير نندس، غمض معنا فتحوا فتحنا، الحين يلا ندورهم وين ما حصلناهم، وعاد الدنيا ظلام اللي تحصل منها خلاص يسع، ما حصلت ترد مرة ثانية ونعيدها مرتين وثلاث. وأما الأولاد بعد بروحهم لعبتهم، والبنات بروحهم لعبتهم، البنات يقبضون مثل الحلية مثل الطلوق هاي البنات، أما الأولاد يصيروا بعد يلعبوا كورة، يصيروا عندهم هناك يسووا هاي السيكل، دراجة ما سيكل سوى بخشبة كذا ويلعبوا فيها، يصيروا بعد يلعبوا هناك شو اسمه سوى السوالف بروحهم، يسوا جماعة هذا الأولاد فيهم، أما الأولاد فيها والبنات بروحهم ما لو شوية يو بعضهم بعض، لكن الفريق فريق بلعبانه، هايك تلعب هناك الغميضة، ها هنا يلعبوا السرق، هذا اللي يلعبوا ياسين يلعبوا الكرة ولا يشطوا المريحانات، البنات بالبيت يلعبوا ما يهفسوا بع مكان لهم مكان بعد كذا بالحوش ويحطوا لهم، هاي سير أبوي يلعبوا الحلية، أنتوا نشوا سيروا يلعبوا الحلية، سير أما بالليل ما يطرشوهم، ماشي كهارب ماشي شيء، يخافوا عليهم الثعالب الدور الكلاب الدور، بالنهار يلعبوا على البحر يسيروا يدفنوا عمارهم على البحر، يردوا يلعبوا شو اسمه الكورة، يردوا اللي يذيبوه، اللعبان وايد الحمد لله وعديدة من كل شيء، اللي يبي يلعب اللي يبي يركب النخل اللي يبي يلعب اللعبان هناك اللي يبي كل شيء، يسموه شرق شرق بعد يلا مشرق للشرق لعبة الشرق، هذا مشرق اسمها لعبة الشرق، من يقول الولد شرق على الشرق وغربوا عليها وسموا ما يردوا سموه الشرق، الحين هذاك اللعبان كله ودروا ماشي من نمو ما حيلعبوا لا باقي الكرة ولا لا حيصير مكان ولا حيلعب السرو ولا حيلعب غميضة ولا حيلعب كان بعد حد بعض حد شيء مارو، ولا الحين طلع عليهم التليفونات والتلفزيونات ورحلة لبرا وسفرة لبرا ودروا الأولين كله ودروا ما ماشي منه، يعني الأول ما حس إن حد يلعب فيه، ولا بالأول لعبان الأول لعبان نشاطه لو ركض في نشاط للجسم لو يعني شطة تحرك العضلات في نشاط في شيء في حركة، الحين لعب الحين كسل منه ماشي في لعبة فايدة، ولا اللعب أول صح إذا ركضت وهاي نشاط للجسم يتحرك الجسم، الحين ناموا اعتدلوا على التلفون نشوا يأكلوا اعتدلوا على اللابتوب وعقولتهم يلسوا ماشي عندهم حركة، عود صداع يجيهم العين تعيهم ولا أول ما شاء الله حركتهم زايدة لعبانهم حلو كله فيه فايدة مفيد وايد ليهم بالأول هي مفيد، أسأل الله يسهل الأمور إن شاء الله.